معالي اللواء مصطفى بكر، اهلا بك في بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الاقصر وسهلا المشاهدين. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الحاله الامنيه في محافظه الاقصر. احنا بنطمن الناس كلها بالنسبه للحاله الامنيه، عندنا خطه امنيه محكمه بالاشتراك مع جميع الاجهزه المعنيه في الوزاره، الامن المركزي وشؤون السياحه والاثار والامن العام والامن الوطني. الخطه دي شامله لجميع الاماكن الاقصر، بالنسبه للمزارات السياحيه، بالنسبه لاماكن الاقامه، بالنسبه للسوق، بالنسبه للميادين الشوارع، بالاضافه الى وجود اكمنه متحركه واكمنه ثابته، بالاضافه الى وجود اقوال امنيه. فخطه محكمه بتامن السائح منذ وصوله للمطار، اثناء زياراته، اثناء اقامته، اثناء تحركاته، في جميع تحركاته مؤمن تماما لحين مغادره مدينه الاقصر. حضرتك بعد الحكم على 529 اخواني في المنيا الاخير، وبعد ترشح السيسي او اعلان ترشحه، حضرتك توقعك للشارع الاقصري يوم الجمعه بالذات او الجماعه الاخوانيه يوم الجمعه واستعداد المحافظه ايه؟ لا، هو عندنا احنا الحمد لله الأقصر هنا في سيطرة بالنسبة للجماعات الإسلامية. الشعب الأقصري كله مؤيد سيادة الفريق المشير السيسي. عندنا احنا الحمد لله الأمور هادية ومطمئنة. حضرتك لاحظنا إن السياح في مهرجان الأقصر الأخير أبدوا إعجابهم بالحاله الامنيه، والمحافظه اصرت انها تعمل الحفل الختامي في اوبن اير. اظن دي كانت رساله موجهه طبعا. الحفل الختامي والحفل الافتتاح كان دعوه عامه للجميع، وده دليل كبير ورساله للعالم كله بان الاقصر امنه، والحاله الامنيه هنا مطمنه، والناس هنا ناس بشوشين ويتميزوا بالكرم الشديد، واحنا في انتظار اي ضيوف. معالي اللواء مصطفى بكر، اهلا بيك.